فإذا كنت تبقوا معنا لواحد لواحد الصوت جميل سي جواد بن نونا الأصوات الرائعة سنعتبره نسخة مكررة للمطرب عبد الهادي بن خيار. قبل ما السي جواد بن نونا من درس محمد هديني طبعا ابن الجمعية معنا واحد من ضيوف شرف الفرقة وهو من الموسيقيين ومن الإيقاعيين الرائعين محمد برطون مصطفى برطون الكاتب العام للنقابة الوطنية للموسيقيين المقامين. وباسمكم جميعا قيدومنا وقيدوم فرقة عقل الجراري ايام نواهي سي منصور راه باقي صغير اون سوا و هذا عزيز يوسف هذا الاستاذ السوليست تاع الفرقة المغربية للموسيقى العربية ومن الأساتذة المرموقين عندنا في المغرب. وباسمكم جميعا أشكر الدكتور خلوس محسن دكتورة الدولة في الميزيكولوجي علم الموسيقى أول دكتورة من أوروبا للمغرب وهذا أستاذ من الأساتذة في الفضاحلة هو اللي كان مسؤول عن السي بي ار ديال التربية الموسيقية مع وزارة التربية الوطنية والآن أول هنيئا لنا في المغرب أخيرا أنه لا تعدنا الشعبة الموسيقى علم الموسيقى في الجامعة وهو أستاذ في علم الموسيقى في جامعة محمد الخميس أستاذ منير هذا الطابع ديال كوالي بالمناسبة هو كوالي تقول له أنت سوري ولا لبناني ماشي كوالي منير أستاذ التربية الموسيقية وهو خريج من السوبر ديال الموسيقى مع الدكتور خنوس وهو الان مشرف على يعني تكوين الاساتذه في الحي الحسني في الدار البيضاء. معنا ضيف جديد نوفل مع فرقه علي بن عسوس فرقه التطوانيه وهو تطواني فرقه الهلال استاذ علي بن عسوس نحييه من هذا المنبر صديقنا ونشكر مهندس الصوت سي محمد رباح باسمكم جميعا تنرحب بالصديق والزميل والخزانه المتنقله والمكتبه المتنقله الموسيقيه عبد الطيب سيرينا الفرقة الموسيقية العظيمة أيوه. ومع حصل لي الشرف اللي غنغني مع الأستاذ زياد الأستاذ كريم تداوي ولالة نادية مختار